بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل الجزء الثاني من يونت 5 اللي هو ليسون 3 وليسون 4، الأسئلة اللي جاية على إيه، على الوكب. طبعا هنلاقيها في كتاب جيم صفحة رقم 254 و255. هنحل مع بعض الأسئلة اللي جاية على إيه، على الوكب درس 3 و4. أول سؤال عندي: مجد يعقوب هارت فاونديشن succeeded in establishing a node okay in أسوان، in أسوان طبعا a center إدري إيه أسس سنتر، مركز في أسوان للقلب. Number 2: my cousin is so not that he sometimes makes her own clothes which we all like. قلنا creative، يعني creative يعني مبدع او مبدعة. ايه طبعا هي بتعمل الملابس احنا كلنا بنعجب بيها، يبقى creative يعني خلاقة او مبدعة. number three قلنا with the telescope we can see of the planet's surface that are invisible to us. قلنا طبعا see، طبعا سلايد مش تنفع ولا تيبس ولا ايه ولا ريسبس، طبعا ايه الاجابه ايه، قلنا ايه، قلنا ديتيلز، سي ديتيلز اوف ذا، التفاصيل بتاعت ايه، بتاعت البلانيت، بتاعت ايه الكواكب او الكوكب. نمبر 4: if you click on this this بقى it takes you to our flight timetable to different destinations around the world. طبعا لو انت عملت كليك على هذا الكونكشن، طبعا كونكشن مش تنفع اوكي، دي مش تنفع ولا كونتاكت ولا ايه ولا اوكي واي، طبعا الاجابه ايه، الاجابه لينك ايه اوكي. نمبر اوكي، نمبر 5: the company director is expected to make an official about the new branch to the press soon. قلنا presentation يعمل ايه، presentation speech طبعا مش تنفع ولا ايه ولا statement ولا ايه ولا proverb. قلنا هيعمل ايه بقى، هيعمل طبعا ايه، طبعا presentation يعني عرض. number 6: you must use special cable to not the printer to the computer or it won't work well. قلنا اتاش، يعني اتاش يعني يوصل، لازم توصل الكابل اوكي بتاع البرنتر مع الكمبيوتر عشان طبعا تقدر ايه، يقدر ايه يشتغل كويس. نمبر 7: you can see that they are identical twins، يعني توأم متماثل. even their likes and dislikes are قريبة، are قلنا even حتى their likes and dislikes قريبة are similar، similar يعني بقى يعني متشابه، يبقى الإجابة عندنا إيه؟ عندي اللي هي letter A، letter B similar يعني متشابه. number 8: we were not to hear about طبعا محمود's heart attack، أزمة قلبية لمحمود، he is so young. محمود طبعا رجل صغير شاب اوكي، ومع ذلك جت له ازمه قلبيه، عشان كده احنا ايه كنا شوكت منصدمين اوكي، ليه؟ لان هو طبعا كان يونج شاب، فعشان كده احنا صدمنا. نمبر 9: the bark of the tree لوحات الشجره has made black اوكي on my trousers which are difficult to remove. قلنا اللحاء بتاع الشجرة عمل في طبعا بلاك بلاك ماركس، يعني علامات سودة على البنطلون بتاعي طبعا، وصعب ان احنا ايه، ان احنا نزيل هذه العلامات او هذه البقع السوداء. نمبر 10: the government has a plan او has a plan to، الحكومة عندها خطة to ايه بقى، the amount of artificial chemicals okay used in food production، بتقلل المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الطعام أوكي. طيب قلنا إيه، قلنا بتقلل ولا تكتر، طبعا reduce تقلل، يبقى reduce يعني إيه، تقلل. number 11:
My mother always tells me when I am tired, it is easy to lose my طبعا concentration. طبعا انت تعبان ايه بتفقد تركيزك concentration التفقيد بتاعك. يبقى الواحد لما يكون تعبان بيفقد طبعا التركيز. Number okay 12. The young architects had a meeting to note some ideas about the new project المشروع الجديد. قلنا طبعا brainstorm قلنا عصف ذهني اهي brainstorm طبعا letter A 13. On reading text the student note important vocabulary in their طبعا notebooks. قلنا highlight يعني طبعا بيعلموا في عندهم أبرز الأشياء وأهمها اسمها highlight. okay number 14. farmers should employ the latest in farming to increase the production. فالحين المفروض يعملوا ايه بقى؟ قلنا يوظفوا the latest techniques. okay أحدث الأساليب طبعا في الزراعة لزيادة الإنتاج. هنشوف مع بعض. number 15. applicants المتقدمين should know that most job interviews focus on the candidate's ability to communicate. okay طبعا يعني delicate يعني communicate يعني يتصل defectively يعني يبقى ولا effectively طبعا defectively مش تنفع ولا reflectively ولا inaccurately طبعا effectively يتواصلوا بطريقة فعالة effectively. number 16. paying your bills online is a not for people with internet access. قلنا طبعا is an option طبعا option اهو اختيار للناس اللي هم عندهم عندهم internet access. number 17. some studies show that girls بعض الدراسات ابرزت ان البنات to be better at language than boys احسن في اللغات من الصبيان. قلنا يبقى tend البنات طبعا عندهم ميل عندهم رغبة اوكي او اتجاه لتعلم اللغات احسن من الصبيان. number 18. the clerk sent an email. the main points we had discussed in our meeting. okay طيب قلنا summarizing يعني كلمة summarize يعني يلخص النقاط المهمة للاجتماع اللي احنا اللي احنا طبعا حضرناه. number 19. the manager the meeting via the internet because he was abroad on business. قلنا addressed the meeting. okay number 20. our company may need to note its sale policy in the light of the recent report to revise يعني تراجع its sale تراجع يبقى مبيعاتها يبقى revise. number 21. students are asked to feel free to ask questions if they don't understand. feel free يعني يسألوا براحتهم زي ما هم عايزين لو أي سؤال مش فاهمينه يسألوا طبعا بحرية. 22. people were evacuated from the coastal regions at once of the طبعا hurricane. قلنا طبعا يبقى قلنا coastal regions in advance. number 23. you look great. it's not like you had a good time on your trip. it sounds like you had a good time on your trip. واضح انك انت طبعا اتواتي جميل في الرحلة بتاعتك يعني من الواضح يبقى it sounds like يعني من الواضح. 24. the medical company brought
researcher from three different universities يبقى brought together brought يعني جمعوا مع بعض brought together 25 I often meet with my friends at the weekends at the weekends قلنا meet up يعني نتقابل معا أنا وأصحاب نتقابل طبعا في نهاية الأسبوع 26 One of the most important tips to do well in your exams is that you shouldn't not stress, you shouldn't get stressed. يعني إيه؟ في نصيحة أقدمها لك أثناء الامتحانات إنك أنت لا تتوتر، لا تتوتر. 27 The friendly game was good, okay, for our team games as the international طبعاً إيه؟ Championship. يبقى good إيه؟ Good قلنا preparation العدد الجيد 28 the old man sold the house at a north price because of his financial problem بسبب الدائقة المالية بتاعته قلنا طبعا يبقى at a reduced price يعني بسعر اقل بسعر قليل the old man sold الراجل باع ايه البيت بتاعه بسعر ايه قليل اوكي ليه طيب لانه كان عنده مشكله اقتصاديه اوكي او مشكله ماليه او مشاكل ماليه 29 I guess that you must be related because you look so similar انا عايز بقى ايه السينونيم بتاعي بقى ايه بتاع ايه guess يعني اخمن صح كده respect طبعا مش تنفع ولا assert ولا propose suppose يعني اظن ما جس يعني يخمن بسبب ايه سبوس يعني يظن اخر جملة عندنا النهاردة experience is essential for this job اوكي يبقى ايه خبرة اوكي مهمة جدا في هذه الوظيفة the antonym of essential انا عايز بقى ايه انا عايز عكس كلمة essential انت عشان تجيب عكس الكلمة او معناها لازم الاول اعرف معناها ايه عشان اقدر ايه اقدر طبعا اترجم الايه الكلمة لازم الاول اجيب معناها الاول قلنا essential يعني ايه essential يعني اساسي يعني ايه اساسي تمام كده طيب ماشي اوكي اساسي يعني ايه حاجة اساسية يعني ملهاش اختيار طب عكسها ايه بقى يبقى optional في اختيار ليه؟ اساسي يعني اجباري حاجة اجبارية حاجة ايه حاجة اجبارية ان الخبرة اساسية لهذه الوظيفة اساسية اساسية يبقى عكس اساسي ايه اختياري يبقى الاجابة ايه اوبشنال يعني ايه يعني اختياري يعني ايه اختياري بكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة اسعدكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته